أهلا وسهلا بحضراتكم في موجز اقتصادي جديد حول أسعار الذهب والعملات الأجنبية، يأتيكم الموقع صدى البلد. أهلا بكم. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بنحو 3 جنيهات بختام التعاملات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة، وسجل عيار 21 الأكثر انتشاراً نحو 790 جنيهاً مقابل 787 جنيهاً. وبلغ سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 24 الأعلى فئة 903 جنيهات مقابل 900 جنيه، بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى ما بين 677 جنيهاً و 680 جنيهاً. وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولاً في سوق الذهب ما بين 789 و 791 جنيهاً كأعلى سعر. وأخيراً بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 527 و 531 جنيهاً. وإلى أسعار العملات، وفقاً لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 15 جنيه و 63 قرشاً للشراء، وللبيع 15 جنيه و 76 قرشاً. وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي 15 جنيه و 66 قرشاً للشراء و 15 جنيه و 74 قرشاً للبيع، فيما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامية 15 جنيه و 66 قرشاً للشراء و 15 جنيه و 74 قرشاً للبيع. نهاية الموجز، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.